مساء الخير ومساء الفرح ومساء السعادة والبركة على كل مشاهدينا في كل مكان. برحب بيكم في حلقة جديدة بيجدد فيها لقائنا معاكم وبرنامجكم ربنا موجود. كل سنة وحضراتكم طيبين، خريستوس أنيستي. احنا ما زلنا في الخمسين المقدسة. الحقيقة تعالوا نرجع كده ورا شوية كتير ونفتكر ان المرأة هي كانت السبب في خروج آدم من الجنة، لكن الحقيقة مش بس كده، المرأة نفسها هي اللي اختارها رب المجد علشان يتجسد منها، طبعا أمنا كلنا العذراء مريم، وكانت سبب في فتح الفردوس. مش بس كده، لكن كمان كان ليها دور عظيم جدا في خدمة رب المجد، وكان في خدمة أبائنا الرسل، وكمان عند مشهد الصليب ويوم القيامة نفسها. وعلشان كده كمان ربنا اختصها بالظهور في الأول، ظهر لها أول واحدة يظهر لها، المريمتان طبعا، مريم المجدلية ومريم زوجة كلوبة، وكمان اداها شرف عظيم جدا في ان هي تروح تبشر لأبائنا الرسل بالقيامة. عشان كده في حلقتنا النهاردة حبينا نتكلم عن ظهورات رب المجد اللي اتذكرت في الكتاب المقدس، وظهر لناس معينة وأماكن معينة، وبالتأكيد كل ظهور كان ليه سبب معين وهدف معين ورسالة كمان حابب يوصلها لنا ويوصلها لكل الأجيال. عشان كده النهاردة هنتكلم عن ظهورات رب المجد. لكن قبل طبعا ما نطلع لفاصل، سؤال حلقتنا النهاردة اللي بيساعدنا تواصلكم معنا وبيساعدنا مشاركتكم معنا كمان في حلقتنا: يا ترى انت هتعمل ايه لو رب المجد نفسه ظهر لك زي ما ظهر لأبائنا القديسين؟ حالك هيكون ايه؟ وكمان ازاي نشوف ربنا في حياتنا حتى لو احنا دلوقتي مش عصر الظهورات، او طبعا ساعات في ظهورات بتحصل لكن مش هو ده الطبيعي، مش هو ده اللي دايما بيحصل. احنا نشوف ربنا ازاي في حياتنا؟ معانا دكتور عاطف من القاهرة. ألو. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. انا سمعت السؤال بتاع حضرتك. اتفضل. وعايز اقول ان الله في حياتنا كمسيحيين منذ نعومه اظافرنا، منذ خرجنا من جرن البعض. اما عن ظهورات السيد المسيح في حياتنا، فاحنا عندنا كذا امثله لظهور السيد المسيح، مثل ظهوره لتلاميذه ووجوده في وسطهم والابواب مغلقه. وده يخلينا نقول نبقى عندنا مشاكل ومواضيع تبدو مغلقة جدا وتبدو ملهاش حل، لكن يظهر المسيح ويحل هذه المشاكل. صحيح. ويزيل الخوف. ظهور المسيح في حياتنا يزيل الخوف من حياتنا، ويعطينا ثقة، ويعطينا قوة، ويعطينا إيمان، ويعطينا شهادة، ويعطينا شرف إن إحنا نبشر بإسمه. كمان ظهور السيد المسيح على موقف زي التلاميذ على بحيرة طبرية، كانوا قرروا إن هم يسيبوا مهنتهم اللي هو أولى بيهم إنهم يصبحوا صيادي ناس ويرجعوا تاني لصيد السمك. فراح لهم علشان يردهم ويرجعهم وينبههم إنهم سابوا حاجة عظيمة قوي. كمان ظهوره كان هنا كمان لبطرس عشان يقول له إن أنا بحبك، أنت بقى بتحبني؟ ظهور السيد المسيح في حياتنا لتأكيد محبته لينا، وليؤكد لنا واحنا كمان نؤكد محبتنا ليك يا رب، انت تعلم انا احبك. صحيح. ظهور المسيح عشان يقول لي ارعى غنم، ارعى خراف، اذا كنت خادم خلي بالك من خدمتك. وهو نفس اللي بيحصل مع كل واحد فينا، ربنا بيطلب منه حاجة معينة يعملها وخدمة معينة. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ دكتور عاطف، وبيشرفنا بالاتصال أستاذ هاني من القاهرة. ألو. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذ هاني. تفضل حضرتك، سمعت سؤالنا. إحنا سؤالنا أنت بتشوف إزاي ربنا في حياتك، ولو ظهر ليك رب المجد زي ما ظهر للتلاميذ في الخمسين المقدسة، يا ترى الدنيا هتبقى عاملة إزاي؟ هو أنا هبتدي بالنص التاني. تفضل. إن أنا الأول، هو لو ظهر لي هو أنا هعرفه ولا مش هعرفه؟ يعني بعض التلاميذ لما شافوه ما عرفوهوش، يعني زي ما عمواس ما شافوهوش. صحيح. المجدلية في الظهور الثاني، مع أنه كان الظهور الثاني ليها، إنما في نفس الوقت ما عرفتوش. هطلب منه يديني بصيرة إن أنا أعرف أشوفه. جميل. يديني علامة إن أنا أحس وأدوقه. دي حاجة. ثاني حاجة بقى، في حاجة حالة إن هو موجود في حياتنا أو ظاهر في حياتنا، هو
يعني أنا فكرت في مرة كده إن حياتنا لو استعرضنا حياتنا من زمان لغاية دلوقتي هنلاقيها مجموعة معجزات. صحيح. المسيح له المجد ظاهر فيها. يعني هو عايزنا بس نرجع بالذاكرة لورا. هو أنا إمتى أنت طلبتني وأنا ما جيتش؟ هو إمتى أنت كنت في ضيقة وأنا ما حضرتش وما ظهرتش إمتى طلبت تعزية في صلاتك وأنا ما لمستكش من جوه وعزيتك وفرحتك؟ فعن الظهور اليومي في حياتنا، فهي حياتنا مجموعة معجزات، مجموعة ظهورات للمسيح. بس المهم إن أنا أطلب منه يديني بصيرة، يفتح عيني علشان. جميل. طلب حلو قوي ومطلوب لكل واحد فينا. البصيرة الروحية بتفرق جدا جدا في حياتنا، زي مثلا سليمان الحكيم لما طلب الحكمة فرقت جدا جدا في حياته، غير طبعا الطلبات المادية والأرضية. أنا بشكر حياتك جدا أستاذ هاني، وخلونا نطلع الفاصل، وبعد الفاصل حلقة مميزة جدا. ليه مميزة؟ مميزة بموضوعها، مميزة أكتر بضيفها. هي بيباركنا وبيشرفنا وبيساعدنا جدا أن يكون معنا نيافة الحبر الجليلي الأنبا باسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد ماري مينا العجيبي المعلق بجبل أبنوب بأسيوط. احنا طبعا سعداء جدا بوجود سيدنا معنا، وبنرحب بيه، وبرحب كمان بأستاذة حنان بشرى من خدام الترجمة بلغة الإشارة، وبيساعدنا وبيشرفنا جدا متابعة أخواتنا الصم وضعاف السمع. وخلينا نطلع الفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل نبتدي حلقة. بحضراتكم مرة تانية في ربنا موجود. زهرات عديدة اتذكرت في الكتاب المقدس بعد القيامة في الخمسين المقدسة. حقيقة ظهر زهرات فردية، زهرات جماعية في أماكن محددة وأماكن بعينها. يا ترى إيه السبب والهدف منها إيه، والرسالة اللي كان حابب يوصلها لنا من خلال الزهرات دي إيه؟ كل ده وأكتر هنعرفه معاكم ومع ضيفنا اللي متباركين ومتشرفين سعداء جدا بوجوده معنا، نيافة الحبر الجليل الأنبا باسنتي أسقف أبنوب الفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير ماري مينا الشهيد ماري مينا المعلق بجبل أبنوب بأسيوط. أهلا بنيافتك يا سيدنا، وخريسوس أنستي. أهلا يسوس أنستي، أهلا وسهلا بيكي، وكل سنة وأنتم طيبين، وخريسوس أنستي للجميع. ويعني ربنا يفرح القلوب، زي ما القيامة هي عبارة عن فرح دائم، ويعني أكبر عيد على مستوى يحتفل به لمدة 50 يوم. يعني فرح دائم زي ما نيافتك بتقول، مش مجرد بس في أفراح القيامة والخمسين المقدسة بس، لكن هو فرح دائم لينا. وده بيقول أن دايما الصليب والتجسد وجهان للقيامة. الصليب والتجسد وجهان، التجسد والصليب هما وجهان لعملة واحدة وهي القيامة. جميل. طالما في تجسد يبقى في صليب، يبقى في قيامة. طب نروح للسؤال الأول اللي بيطرح نفسه. الحقيقة ظهورات عديدة للرب كانت في العهد القديم، ظهر لأبونا يعقوب وظهر لسليمان وظهر لموسى النبي، وظهورات كتيرة جدا الحقيقة، والتلات فتية، وكان منها للتشجيع، كان أحيانا للطمأنينة، أحيانا لما تخافش فوق وسط الضيقة زي ما ظهر للتلات فتية في الأتون النار. لكن نلاقي هنا في الخمسين المقدسة بعد القيامة اللي اتذكر منها في الكتاب المقدس 11 ظهور. فخلينا نتكلم الأول ونعرف ليه 40 يوم ظل رب المجد يسوع المسيح على الأرض؟ ليه بالأخص 40 يوم؟ الأول بعد إذنك، الظهورات في العهد القديم تختلف عن التجسد. أكيد طبعا، أكيد. وزي ما قال معلمنا بولس الرسول، كل ما كتب فكتب لأجل تعليمنا. صحيح. مدة 40 يوم على الأرض، الأربعين يوم ليها مدلولاتها في الكتاب المقدس، والأباء فسروا فيها حاجات كتيرة، لكن هنلاقي كل الصيامات نفسها. موسى النبي خد 40 يوم، أكتر من 40 يوم على الجبل. صحيح. إليا خد 40 يوم صايم، السيد المسيح صام 40 يوم.
فمدة الأربعين يوم دي بيسموها الآباء عدد الكمال 4 في 10. جميل. طب الظهورات بعد القيامة الهدف كان منها إيه؟ الهدف منها كان تثبيت الرسل اللي هم هيستعملوا اللي هم هيبشروا وفي نفس الوقت تأكيد القيامة. يعني السيد المسيح في أثناء قبل الصليب كان يثبت لاهوته، هو الإله الكلي القدرة الكلي القداسة، يخضع كل الأشياء تخضع له. بعد القيامة كان بيثبت نسوته. صحيح. وزي ما قال معلمنا بولس الرسول عظيم إن هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. فإحنا بالنسبة لنا المسيح هو الإله المتجسد وليس أي فكر آخر. جميل. قبل ما نتكلم عن ظهورات رب المجد، الحقيقة الناس كتير قوي بتتساءل وتقول يعني ليه ما ظهرش للقديسة العذراء مريم؟ يعني أي ابن لو حتى سافر شهر ولا اتنين أول ما بيجي بيجري على أمه علشان يشوفها ويسلم عليها، لكن السيد المسيح لم يذكر أنه هو ظهر للقديسة العذراء مريم، إيه السبب؟ الآباء ليهم آراء في الحتة دي. أولاً الست العذراء سلام الرب عليها أول من صدقت البشرى. صحيح. وأول من سمعت من سمعان الشيخ ويجوز في نفسي سيف. نفسك سيف. فالحتة دي فعشان كده تلاقيها إنها كانت ملازمة للسيد المسيح. لكن بعض الآباء فسروا في إنجيل متى 28 لما قال مريم المجدلية والأخرى. فقالوا حفاظا على الست العذراء وعلى لأنها كانت في الوقت ده طبعا نص الصليب فلم يذكر اسمها، لكن لا هي زارت القبر. الاخرى البعض بيقول ان هي زوجة كلوبة اللي هم يعني ما لكن الحته دي انا يعني اجزم انها هي زارت القبر. زارت القبر. والبعض بيقول حتى لو ما زارتش هي برضو واثقة من قيامته، هي مش محتاجة تروح تتأكد. وهي بدليل لما هو على الصليب وزي ما التقليد بيقول العالم يفرح لقبول الخلاص، أما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك يا ربي وإلهي. طب ليه السيد المسيح له كل المجد ما ظهرش لبيلاطس البونتي، ما ظهرش لحد من الرومان؟ ليه؟ يعني بعض برضو بيقول طب ما كان يظهر لهم ويقول لهم اهو انا اللي صلبتموه، انا اللي تعذبتوه، انا اللي قتلتوه، كل دول انا اهو قمت. ليه؟ لانه لو نلاحظ احداث الصلب ناس كتيره امنت ومن ضمنهم قائد الماء. صحيح. فقال بالحقيقة هذا كان الإنسان ابن الله وآمن. فهما لو كانوا هيآمنوا كان آمنوا من وقت الطبيعة لما ظلمت لما الهيكل اتشق لما لكن لأجل غلاظة قلوبهم لهم أعين ولا تبصر. وحتى الآباء بيعلمونا أن الصلب كان محتاج علن لكن القيامة محتاجة إيمان. فلو هم أصلا ما عندهمش إيمان لو شافوه بيقوم بنفسهم برضو. طب ما في بعض الحراس شافوه بيقوموا ما أمنوش. مش لما هم راحوا قالوا لهم وقالوا له ادوهم رشوة مين هو مين هم الحشة بتاعت بيلاطس والمجموعة دول وقالوا لهم قولوا أن التلاميذ هم جم بالليل وسرقوا الجسد. صحيح. كونهم الرفض منهم الله لا يرغمنا ان نمشي معاه. لكن طالما تجاوبنا معاه يبقى ربنا يتجاوب معانا وعمل النعمه يشتغل جواه. ما تذكرش ان حتى الحراس نفسهم امنوا يعني. بالظبط. ده هم سابوا القبر ومشوا. كتاب بيقول لهم ارتعبوا. طبعا هم 11 ظهور لرب المجد اللي اتذكر في الكتاب المقدس. زي ما قالهم بولس معلمنا بولس الرسول. بالظبط. في كورنثوس 15 الاولى. ليه لأشخاص معينين وأماكن معينة؟ احنا وقلنا من شوية معلمنا بولس الرسول قال كل ما كتب لأجل تعليمنا. فطبعا ربنا دايما لما يحب يعلن نفسه للإنسان على حسب ظروف الإنسان وإمكانية الإنسان. تمام. ويعمل نفسه بيظهر نفسه في الوقت المحدد. طبعا ظهر في أماكن مختلفة لتثبيت القيامة
وزي ما قال في سفر الأعمال إن خد 40 يوم يظهر للتلاميذ ويكلمهم عن الأمور المختصة بملكوت السماوات. والأربعين يوم دي اللي هو بنقول فيها أسس كنيسة العهد الجديد اللي هو ما كتبهوش الآباء الرسل ووصل إلينا بالتسليم زي طريقة الصلاة زي طريقة القداس وهكذا. ناس كتير بتتساءل ليه فجر الأحد؟ السيد المسيح ليه قام فجر الأحد بالأخص في التوقيت ده؟ طب ما كان ممكن في وسط النهار، كان ممكن في آخر النهار. ليه فجر الأحد؟ لأن يوم الحد ده اليوم الثامن، واليوم الثامن ده يرمز إلى الأبدية. صحيح. فبعد القيامة هي أبدية مستمرة، عشان كده لو ربطناها 8 مع 50 يوم دي فترة الأبدية، ونهاية 50 اللي هو اليوبيل في العهد القديم كان اليوبيل الفضي اللي هي سنة العتق. أي حد عنده سواء عبد أو أرض هو عبارة عن عتق. فإن كانت فترة الصوم المقدس وربنا يسوع المسيح الكنيسة حطت لنا قراءات بتمثل غربتنا على الأرض، لكن فترة 50 بتمثل حياتنا في الأبدية وحياتنا في السماء. وقديس يوحنا ذهبي الفم الحقيقة ليه قول رائع بيقول لو كان قام بعد انصراف الحراس بعد اليوم الثالث كانوا هيقولوا أن التلاميذ سرقوه، لكن في فجر الأحد والحراس موجودين. فدي كان طبعا شهادة. بس على فكرة هو قام قبل ما الحجر طبعا يتشال. قبل ما الحجر يتشال، لكن صح. هو كان الحجر يتشال عشان المريمات يعرفوا، وفي نفس الوقت عشان الحراس من الزلزلة اللي حصلت طبعاً. في القيامة هم هربوا وراحوا قالوا للبيلاطس وقالوا لهم، والقصة اللي حضرتكم عارفينها. جميل. يمكن أخذ من كلامني أفتك زلزلة حصلت وقت موته على الصليب وزلزلة حصلت وقت قيامته. يعني حتى الطبيعة نفسها بتتفاعل مع الصلب والموت ومع القيامة. زي ما قال معلمنا بولس الرسول أعمال الله السرمدي الإلهية قوة له تظاهرة في الأمور الطبيعية. صحيح. يعني لما بتكلم على طيب نروح لظهور الأول. ظهوره لمريم المجدلية والامرأة الأخرى أو بعض الآباء بيقولوا زوجة كلوبا هم كانوا اتنين مش واحدة بس اتنين. هم اتنين مع المجدلية. اتنين مع المجدلية. طيب الظهور الأول رايحين نساء لوحدهم والظلام باكن في يعني الدنيا ضلمة معهمش رجل، وعارفين إن محطوط حجر كبير جدا على القبر ورايحين عشان يكفنوا السيد المسيح، واخدين حنوط معاهم ورايحين. الفكرهم يعني أنا لما بقف كده وأفكر، طب أنتوا كان فكركوا إيه؟ طب ما فكرتوش في الحجر الكبير جدا المحطوط على القبر؟ ما فكرتوش في أي حاجة؟ ماشيين ما خفتوش من اليهود؟ ما خفتوش في الوقت ده حد يعترضكم؟ يعني لو نفتك تكلمنا عن هذا الظهور. هذا الظهور نسميه ظهور المحبين. صحيح. أو المشتركين معاه في ألامه. لما نيجي في كل التلاميذ ونتكلم مين آخر لحظة أو آخر لقطة في الصليب كان موجود؟ النساء مع الحبيب. صحيح. ومريم لا. فده زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل فيليب لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. صحيح. وفي آية بتقول في الكتاب المقدس الذين يبكرون إلي يجدوني. فده مكافأة ليها على أساس أنها اشتركت أو شافت أو عاشت أحداث الصلب مع السيد المسيح. قديس ساويرس الأنطاكي له مقولة جميلة بيقول إيه؟ ليه المرأة تكون هي أول من سمع نداء القيامة؟ كان يجب على جنس المرأة أن يكون أول إنسان يسمع كلمة سلام. لذلك أراد الرب أن تصير المرأة رسول فرح للرجل. هذا الذي كانت له بالنسبة في السابق لأبونا آدم سبب ألم. فالرب أعاد أو عالج الموضوع بنفس الطريقة بس بطريقة إيجابية. صحيح. جميل.
مريم المجدلية لما خدوا ادوهم امر الكرازة وروحوا اخبروا التلاميذ، وطبعا هم ما صدقوش وافتكروا ان هذا هزيان منها، رجعت تاني وشافت رب المجد يسوع المسيح وفضلت تبكي وظنته ان هو البستاني. خلينا برضو نقف عند حتة فكرة ان رب المجد نفسه يظهر لمريم المجدلية اكتر من مرة. ليه مريم المجدلية؟ اولا يعني زي ما قال أحد الآباء كلاما قدس البابا شنودة، فبيقول هات لأربع أناجيل وحطهم جنب بعض في أحداث القيامة. أول واحد زمنيا كان متى 28، صحيح. فبيقول إيه؟ إنها ذهبت والظلام باقي. وبعد كده إيه اللي حصلت؟ إنها دخلت القبر وهي وطلعة قال لها لماذا تبكين، لماذا تطلبن الحي مع الأموات، ليس هو هاهنا، ده الملاك. وبعد كده هم وخارجين شافوا المسيح، صحيح. فالكتاب بيقول أما هما فقبلت قدميه وسجدت له. فهو وصلها رسالة فقال لها اذهبي إلى أخوتي أخبريهم أن يذهبوا إلى الجليل هناك يرونني. إيه اللي حصل؟ مريم في المسافة ما بين راحت لإخواته، هي مذهبة، سمعت إشاعة أن اتسرق الجسد. فبدل ما تكون رسول تأكيد إيمان وتأكيد قيامة، أول ما دخلت قالت لهم إيه؟ قد أخذوا ربي ولست أعلم أين وجدوه. صحيح. عشان كده لما رجعت آخر لقطة في القيامة أو آخر حتة في القيامة في إنجيل يوحنا اللي هو إيه؟ قال لها لا تلمسيني. لا تلمسيني. ليه؟ لا تلمسيني لأني أنا لازلت يا مريم في نظرك إني أنا ممكن أتسرق. صحيح. مع إني يا مريم أنا كلمتك. ومع إني إن برغم إني أنا وصلتك رسالة وديتك رسالة توصليها. ومش كده بس، ده أنت قبلتي قدمي وسجدت لي. ما كتير يستغرب يا سيدنا، أول مرة لمست إيدي رجليه وسجدت وقبلته، وتاني مرة لما تلمسنيش يعني كذا عتاب محبين خفيف. عتاب دليل إن بعد كده تاني أسبوع يعني هو ظهر أربع مرات في نفس يوم القيامة، نفس اليوم. صحيح. آخرهم تلميذي عمواس، التلاميذ في العلية. لا وبعد بعد كده بعد التلاميذ بعد كده عاوز اقول ايه تاني اسبوع ما هو لمسه توما، صحيح، ولمسه بقيه التلاميذ، صحيح. هو بس يعني نوع من العتاب اني انا برغم ان انت شفتيني وسجدت ليا، لكن ما ترميش ودنك للاشاعات. ودي تخلينا نخلي بالنا قد تكون الاشاعه تاثر على الثوابت اللي جوايا وتخليني. هل لما يعني الملاك قال لهم روحوا بشروا التلاميذ، هل بكده استعادت المرأة كرامتها في الوقت ده ان هي امرأة وهي اللي تبشر الرسل؟ هقول لك على حاجة. احنا زي ما قال يعني معلمنا بولس الرسول يعني ليس الرجل بدون المرأة او المرأة بدون الرجل. وربط بين العلاقة الرجل زي المرأة زي علاقة المسيح بالكنيسة. فهو من ناحية ان المرأة هي يعني راحت بشرت الرسل زي ما قال القديس ساويرس، ده رد الكرامة ليها. صحيح. الأول كانت سبب ألم لآدم الأول، دلوقتي بقت سبب فرح بقيامة آدم الثاني للتلاميذ. دي نقطة. النقطة الثانية بتجسده من البتول وأخذ جسد من البتول، لا خلى مفيش ليس عبد ولا حر ولا كلنا في المسيح. نروح للظهور الثالث اللي حصل برضو يوم عيد القيامة نفسه. تلميذي عمواس، مين هما تلميذي عمواس ونتكلم عن الظهور ده والهدف والرسالة منه إيه؟ تلميذي عمواس يعني على ما يقال ان في منهم القديس لوقا الطبيب، بس هو انكارا لذاته ما ذكرش اسمه، ولكن هم يعتبروا
من السبعين رسول. تمام. وهم طبعا عارفين القصة أنهم كانوا ماشيين في رايحين القرية عمواس، ولي رؤية شخصية يعني دي أنا بعتبرها ظهور السيد المسيح لتلميذي عمواس، ظهور تصحيح المفاهيم. بمعنى هم كان عندهم شك برغم قالوا جات المريمات احدى وقالوا انهم ما لقوهوش في القبر، برغم ان له 3 ايام دلوقتي واحنا كنا منتظرين، فكانت المفاهيم بتاعتهم متلخبطه. يعني سمعوا خبر قيامه رب المجد لكن كانوا مش مصدقين ومتشككين. فرؤيتي لربنا في حياتي تيجي من أول حاجة المعرفة إيمانية، تاني حاجة الثقة الكتابية، تالت حاجة في سفر الإفخارستية. معرفة إيمانية زي ما قال لها: إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على أثار الغنم. أنا عارف بمين أمنت، والإيمان هو الثقة والإيقان بما لا يرى. في نفس الحاجة التانية عشان أشوف ربنا يسوع المسيح من خلال كتابه، من خلال أقواله. تمام. داود النبي بيقول إيه؟ يعني سراجا لرجلي كلامك ونورا لسبيلي. لكل تمام رأيت منتهى أما وصاياك. عايز أشوف ربنا يسوع المسيح أشوفه في الإفخارستية. أبونا بيقول كل يوم هو ذا كائن معنا عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. الظهور الرابع وكان برضو في نفس يوم عيد القيامة، وظهور رب المجد للتلاميذ وهم في العلية والأبواب مغلقة. مغلقة يعني متربسة، يعني مش مقفولة عادي، لكن هو ظهر قدامهم. ليه ناس تقول هو ليه ما خبطش مثلا، ليه ظهر فجأة قدامهم؟ وطبعا وفي نفس الوقت برضو، طب نيافتك تجاوب الأول على الحتة دي، هو ليه السيد المسيح ما خبطش على الباب؟ ليه ظهر فجأة قدامهم؟ لأنه هو يعني فوق الطبيعة. وزي ما دخل في بطن البتول وخرج منها والأبواب مغلقة زي ما قال في سفر حزقيال، فهو لابد الأبواب مغلقة. فهو حب يقول لهم أن إذا ما كنتوش أنت مصدقين القيامة سمعتوها، لا أنا جاي والأبواب مغلقة، ودي في الوضع الطبيعي دي قيامة. السيد المسيح أراهم دون أن يطلبوا إيديه، بالرغم من توما يعني ما كانش معهم في الوقت ده، لكن هو وراهم إيديه من غير حتى ما يطلبوا. ليه؟ لأنهم هم كانوا في لحظة خوف ورعب. دي أول حاجة. تاني حاجة إن هو أول ما دخل قال لهم سلام. سلام. فكلمة سلام دي أكيد هم استعادوا الـ 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 الكلام اللي كان الحوار بينه وما بينهم. صحيح. في خلال 3 سنين وتلت أيام التلمذة. فكونوا أني دخل وأراهم في حاجات إحنا بنطلبها من ربنا. صحيح. زي ما قال الكتاب: يا من يعطينا أكثر مما نسأل أو نفهم. كان عارف أنه خايفين، بالرغم أن لم يعني ما تذكرش أن اليهود كانوا عايزين ينتقموا من التلاميذ، لكن هم كانوا خايفين في الرعب، وشافوا منظر الصليب وشافوا الحاجات دي كلها، فقالوا أكيد هم هيضطهدونا الحقيقة. بالضبط. دي نقطة، وده بسميه قبول المسيئين. لقاء القيامة ده مع التلاميذ لما كانوا في نفس يوم القيامة هنسميه لقاء المسيئين أو قبول المسيئين. تلاميذ وضعوهم وقت الصليب، لكن المسيح عمل إيه؟ أول حاجة غفر لهم القديم. تاني حاجة قدم لهم محبة بلا شروط. تالت حاجة إداهم العطاء بلا حدود. لو أنا عاوز أعيش القيامة لابد لي أني أغفر القديم ما اكترهوش. تاني حاجة أحب بلا شرط. زي ما قال معلمنا بولس الرسول: ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. تالت حاجة أن أعطي بلا حدود. نروح للظهور الخامس للتلاميذ ومعاهم توما في اليوم الثامن بعد القيامة. الحقيقة الناس تقول طب ليه ما ظهرش على طول؟ ليه استنى لليوم الثامن؟
وليه الثامن؟ لان في يعني عند برضو عند اليهود كانوا يحسبوا لما يحسبوا فتره زمنيه يحسبوا اليوم الاول واليوم الاخير، فاليوم الثامن هو بيحسبه يعتبر اول يوم لاخر يوم. فخلينا نعرف ليه سيد المسيح ما ظهرش على طول لتوما، ليه انتظر الوقت ده؟ احنا عارفين ان يوم الثامن او الرقم 8 ده بيرمز للحياه الابديه او الخليقة الجديدة. صحيح. حتى نوح نفسه بيرمز للخليقة الجديدة. فهو عاوز يقول يا توما، يعني إذا كان الشك بتاعك وصل بيك وجيت أنت في وقت الصليب لم أجدك بجواري، وفي القيامة أيضا شكيت، لكن أنا جاي لك لغاية عندك. عشان أول حاجة أثبت إيمانك، تاني حاجة أطوب اللي هيأمنوا بيا من غير ما يشوفوني. صحيح. وده بشك توما احنا اتطوبنا زي ما قال طوبى للذين آمنوا ولم يعلموا. حقيقة توما حتى الآباء يقولوا ده عقلاني والناس تقول ده شكاك، لكن هو وصل في الآخر وقال ربي وإلهي، وهم كان ما كانوش يذكروا كلمة إلهي دي، كان يقولوا عليه السيد. وفي نفس الوقت هو تلامس مع الجسد لدرجة ان يعني مش كامل اللاهوت، بس هو لما حط ايده حس ان ساعتها قال ربي وإلهي. نروح للظهور السادس والتلاميذ جميعا في الجليل. الحقيقة ليه الجليل بالتحديد؟ يعني في ناس كتير تتساءل ليه المكان ده بالأخص اللي اختاره رب المجد. اولا الجليل كانت في نظر اليهود مدينة محتقرة، وكانت السيد المسيح يتشتم بحاجتين، إني ناصري وفي نفس الوقت جليلي. تاني حاجة الجليل قريبة من أورشليم، يعني يقولك 15 غلوة بينهم وبين بعض. تالت حاجة بداية كراسته كانت من الجليل. صحيح. وعرس قنا الجليل كان في الجليل. صحيح. واختياره للتلاميذ كان في الجليل. وغالبية المعجزات بتاعته كانت في الجليل. وبعد كده الصعود كان برضي من خلال خردهم وخارج المدينة وخارج. وكأني بيقول لهم إحنا ابتدينا هنا، فالبداية هنبتدي صفحة جديدة هنا برضو، هننسى الأنكر وننسى اللي شك وننسى كل حاجة ونبتدي صفحة جديدة. عاوز يقول أنا البداية والنهاية. وعاوز يقول لهم بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء. أنا جمعتكم من هنا وأنتوا هتتحملوا، أو الرسالة والكروزو للعالم كله دي رسالة أنتوا بنعمتي وبقوتي وبسلطان اللي أنا اديته لكم وبنعمة الكهنوت أنتوا هتستطيعوا تغزوا العالم كله. نروح كانوا الغلابة يعني التلاميذ الرسل يوم ما ابتدوا حتى العصاية قال لهم ما تشيلوهاش. نروح للظهور السابع على بحر طبرية، سبع تلاميذ سهروا طول الليل، وطبعا معجزة الصيد اللي كلنا عارفينها، وشافوا رب المجد وقال لهم ارموا الشبكة يمين السفينة، وكأن يعني دي كانت يعني ايه هم ما كانوش واخدين بالهم، وطبعا 153 سمكة. فنتكلم عن المعجزة ونتكلم عن الظهور ده يا سيد. المعجزة يعني بعض الآباء فسروها كتير، لكن أنا عاوز أقول إنها بترمز الراعي يبحث عن الخراف، عن رعيته. صحيح. دي نقطة. وزي ما قال داود الرب راعية فلا يعوزني شيء. ولو خدنا الأحداث بتاعتها داود قال في مراع خضر يربط. هو حسهم إنهم جعانين والليل كله سهرانين، فهو قال لهم الأول عمل المعجزة، وبعد كده يوحنا لما هو قال عندكم أدام فقال له ده الصوت ده مش غريب. فالكتاب بيقول أنه الرب. فبطرس راح رمى نفسه لأنه كان غير معتذر. فهو دايما ربنا مبادر يبعت ويبحث عني، زي ما مشي ست ساعات عشان يقابل السامري. مشي من السماء، نزل من السماء للأرض عشان يفدر إنسان. مشهد السمك المشوي بعد المعجزة وطلعوا على الشط ولقوا رب المجد مجهز لهم سمك مشوي، لو هنتأمل فيها ناخد أو الهدف والرسالة منها. السمك دايما يقول لك إيه؟ يا
يرمز ملكوت السماوات شبه شبكة مطروحة في البحر. تمام. ماشي؟ وبعد كده لموا الشبكة وفي الآخر فرزوا. في الأول فرزوا لكن هنا كله جياد. فإنسان القيامة أو إنسان القيامة هو إنسان جيد وصالح لملكوت السماوات. ومعروف أن السمك دايما في الرم في الحياة المسيحية الأولى كان رمز للمسيحية الأولى. عشان اسمه تقريبا قريب من خريسوس بخريسوس اللي هو يسوع المسيح ابن الله مخلص. صحيح. طيب الظهور الثامن كان لبطرس الحقيقة، خصه لبطرس وثلاث مرات أتحبني يا سمعان ابن يونا، فثلاث مرات يسألوا، فطبعا سمعان في الآخر بطرس زعل، يا رب أنت تعلم أني أحبك، في الآخر ارعى غنمي ارعى خرافي، ثلاث مرات الحقيقة يذكر. ف ليه خاص هذا الظهور لبطرس نفسه؟ اولا ان بطرس معروف ان انكر المسيح ثلاث مرات. فالظهور بتاع بطرس ده هو عتاب محبه. ما قالهوش انت عملت ايه، ودي طبيعه ربنا معانا. قال خطاياكم لا اعود اذكرها اطرحها في بحر الحمصيان. ما بيحاسبناش على الماضي. زي ما حسبش الابن الضال على القديم بتاعه بل قبله، بيسمي حاجة التوبة. فربنا عارف ان قلب بطرس ده كان او اللي حصل له ده ضعف. ومين فينا بلا ضعف؟ فالمسيح راح لبطرس لغاية عنده عشان يفكره ويديله درس صامت. اعمل حسابك انت الاول قلت لي لو شك، ونلاحظ هنا قال له أتحبني أكثر من هؤلاء. هناك قبل الصليب قال له وإن شك فيك. إن أنكرك الجميع. إن أنكرك الجميع ودولة. أنا مش هنكرك. صحيح. فهو عاوز يقول له يا بطرس كلما الإنسان حس إن هناك في ضعف فيه وما اعتمدش على 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 الذات أو على أنا، كل ما كان. عشان كده السيد المسيح في الأول قال له أنا بصلي من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. صحيح. أخطر حاجة لما أقول أقدر أنا. لكن معلمنا بولس الرسول الرجل العظيم العملاق يقول لك أنا ما أنا نعمة المسيح العاملة في. بل حتى لما يجي يتكلم عن ظهورات المسيح في له يقول لك ظهر لي أنك أنه السقط. فالاتضاع خلص كثير. وكأني بيجدد عهده معاه ويقول له يلا اشتغل ارجع ابتدي خدمة. الأول ندى ابن يونا. صحيح. وهو ده كان اسمه قبل تلمذ. لكن بعد كده اداله ارعى غنمي ارعى خراف ثلاث مرات، أعاده مرة تانية إلى رتبته الرسولية. وعلى هذه الصخرة أبني كنيسة. لا هذه الصخرة الإيمان. الإيمان طبعا. وقال له انت الناس بتقول ايه عليا؟ اصل في يعني في تفسير مغلوط. ايوه. قال له الناس بتقول عليه، قال له انت المسيح ابن الله. قال له خلاص الايمان بتاع الكنيسه على الكلمه دي، على الصخره، على المبدا ده، على المسيح ابن الله، مش عشان بطرس. لا طبعا. طب ليه بطرس زعل؟ يعني في ثالث مرة حزن بطرس وزعل ليه يا رب؟ يعني هل افتكر ان هما انكروا ثلاث مرات فعشان كده رب المجد بيطلب منه ثلاث مرات ولا ايه بالظبط؟ ممكن تتاخد حاجتين على حاجتين. يعني تأنيب او زعل، دي نقطة. في نفس النقطة الثانية، طب ليه ثلاثة؟ طب ليه انا بالذات في حين ان الكل سابني؟ لكن ربنا له قصد في اني يقول الكلام ده لبطرس ثلاث مرات. اني يقول له زي ما انت انكرتني ثلاث مرات لكن انا لازلت على عهدي معك. تمام. الظهور التاسع كان ليعقوب وحده، اول رسول الحقيقه شهيد في المسيحيه. طبعا استفانوس ده كان اول شهيد، لكن بالنسبه واول اسقف، لكن بالنسبه ليعقوب اول رسول شهيد. الظهور هنا كان ايه الغرض منه؟ كان الغرض رسالة لكل خادم. أن تشهد لله بالكلمة، أن تشهد لله بالثمر، وأن تشهد لله حتى لو جيت لسفك الدم. تمام. ودي الشهادات اللي ربنا عاوزها.
الكتاب ما ادناش تفاصيل كتيرة، لكن أول شهيد، أول أسقف، أو كل خادم فينا حتى لو ما فيش سفك دم، لكن هو شهيد بلا سفك دم. نروح للظهور العاشر سريعا لل 500 أخ ونعرف إيه اللي حصل والرسالة والهدف من الرسالة الموجهة في هذا الظهور. الرسالة زي ما قال السيد المسيح، حبة الحنطة لو ما ترمتش في الأرض هتبقى لوحدها، لكن متى ماتت فهتيجي بثمر كثير. خلاص القيامة بقى لها ثمر، والقيامة بقى لها مريدين، فبتبقى في العهد القديم بيقول لك الشهادة على فم اثنين لكن على 500 واحد. فده تأكيد لقوة القيامة وعمل القيامة في حياة التغيير. صحيح. القيامة مش احتفال، لكن القيامة هي انتصار وهي تغيير للأحسن، زي ما قال في يوحنا 10: أتيت ليكن لهم حياة وليكن لهم أفضل. ظهور الحداشر سريعا اللي جه في متى 28 على جبل الصعود، والرسائل الرعوية اللي رب المجد سابها للتلاميذ وشكل الكنيسة، وإزاي الرسائل دي أثرت في شكل الكنيسة الأولى. أثرت في شكلك أولا جبل الزيتون، أو ده له ذكريات خاصة طبعا مع السيد المسيح طبعا. أول حاجة هو في بيت عنيا. في بيت عنيا معروف أنه هو بيت الراحة، كان دايما في الأسبوع الأخير بين بيت عنيا وأورشليم وبين في جبل الزيتون. تاني حاجة في جبل الزيتون ده كان جبل الصلاة، جبل الإطمئنان، وجبل الصعود أخذهم خارج المدينة. وبعد كده هو لما كان في بستان جسماني كان دخل في جبل الزيتون، وادانا أعظم مناجاة ما بين الآب والابن والنفس البشرية والكنيسة وعمل الروح القدس جوه الكنيسة. ورسالتنا إحنا: لست أطلب أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. جميل، أنا بشكر نيافتك جدا، استمتعت جدا بحواري مع نيافتك، اتباركنا وتشرفنا وسعدنا جدا بوجود نيافتك معنا النهاردة. أنا بشكركم، كل الشكر لنيافتك الحمد. أنا بشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وربنا يجعلنا سامعين عاملين، وتبقى القيامة ظاهرة في أعمالنا وأقوالنا وسلوكنا، ليروا أعمالنا الصالحة فيمجدوا أبونا الذي في السماوات. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين يا رب. وكان معانا نيافة الحبر الجليل الأنبا بسنتي، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مريمينا المعلق بجبل أبنوب بأسيوط. كل الشكر لنيافتك، والشكر موصول لحضراتكم. نشوفكم الجمعة اللي جاية قبل المعدة بساعة، وبرنامجكم ربنا موجود، وتصبحوا على ألف خير. شكرا.